الكاظمي يؤكد الالتزام بالاستعداد لإنجاح زيارة الأربعين، والصحة تستنفر فرقها الطبية في كربلاء المقدسة. الحلبوسي ومسعود بارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة، ويشددان على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. تحقيق بشأن إخبارات منسوبة لوزير النفط، واتهام تتمثل بالاستيلاء على أراض مميزة في بغداد والبصرة. تتابعون في نشرتنا أيضا: لا التزام بقرار القضاء، سومو تؤكد استمرار الإقليم بعدم تسليم النفط، وتعلن توقف المفاوضات. من العناوين إلى تفصيلات النشرة، أهلا بكم. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية لتأمين مجريات الزيارة الأربعينية بانسيابية وأمان. الكاظمي وخلال ترأسه اجتماعا أمنيا خدميا خصص لمتابعة التحضيرات الجارية لإنجاح الزيارة، شدد على أن الأجهزة الخدمية أن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة ومعالجة الحالة الطارئة، موجها الأجهزة المعنية بوضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الذين عرفوا بحسن الضيافة في هذه المناسبات. وأعلنت وزارة الصحة تطبيق خطة طوارئ طبية خاصة بمناسبة زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وذكر بيان للوزارة أن الخطة تمت بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تشكيل غرفة عمليات لتبادل المعلومات، تضمنت نشر عجلات إسعاف داخل الطوق الأمني لمدينة كربلاء المقدسة وخارج الطوق الأمني للمدينة على طريق الزوار، لافتا إلى أن توفير ملاك صحي وطبي مختص لاستقبال الحالات الطارئة ومصرف الدم بتأمين رصيد كاف في جميع المراكز الصحية. ومع تزايد أعداد الزائرين، تنتشر الفرق الطبية عند مداخل كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات العلاجية للوافدين، إذ يشكل هذا الأمر تحديا كبيرا للجهات المختصة في المحافظة نظرا للكثافة البشرية. المليونية الأولى بعد انجلاء خطر جائحة كورونا عن البلاد والتخفيف من حدة الإجراءات الوقائية على معظم المؤسسات الطبية في كربلاء، عززت في مقابل ذلك من طبيعة الخدمات العلاجية والطبية لدائرة صحة المحافظة. تنفذ دائرة صحة كربلاء خطة طوارئ خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين الطبية. تتضمن الخطة عدة محاور. المحور الأول هو المحور العلاجي عن طريق نشر إسعافات فورية حدود 85 سيارة إسعاف فوري داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية. هذه الإسعافات الفورية تقدم خدمة لنقل الزائرين من المفارز الطبية إلى أقرب مستشفى حسب الرقعة الجغرافية. أيضا عندنا حدود 75 مفرزة طبية تابعة إلى دار صحة كربلاء والجهات الساندة إلها، نوعين من المفارز الطبية. مفارز طبية تحتوي على رهات طوارئ وصالة عمليات صغرى مجهزة بكادر طبي وصحي متخصص. هيئة الهلال الأحمر العراقية قدمت وفي خضم زيارة الأربعين عدد من المفارز الطبية المنتشرة على طول طريق الزائرين ومركز المدينة، فضلاً عن عدد من الفرق الإسعافية الجوالة. مباشر جمع الهلال الأحمر العراقي ومنذ يوم 12/0 بنشر مفارزها ومخيماتها في مركز المدينة وخارجها. تم نشر 7 مفارز داخل مركز المدينة، كما تلاحظون هذه احد المفارز النسوية والرجالية لخدمة الزائرين، تقديم الخدمات الإسعافية للزائرين. وكذلك تم نشر 25 سيارة إسعاف في مركز المدينة وعلى محاور الخارجية لمدينة كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى نصب 4 مخيمات، 2 على طريق النجف الأشرف، 1 عند مطحنة الولاء والآخر
قرب عمود 915. احنا مفرزة الهلال الأحمر، نخدم خدماتنا قياس الضغط والسكر وضماد الجروح للزوار، واهلا وسهلا بكل زوار امام الحسين ان شاء الله. وهاي خدمه احنا من الصبح لليل ان شاء الله، من 8 الصبح ل 8 بالليل موجودين. ما شاء الله الزوار السنه عدد هائل ما شاء الله، وزوار هواي دا يجونا، واهلا وسهلا بهم. تشكل الخدمات الطبيه في المدينه تحديا كبيرا ومؤشرا ثابتا لقياس احصائيات اعداد الزائرين سنويا، والتي اضحت اليوم تشير الى زياره قد تكون الاكبر خلال الاعوام السابقه. من كربلاء المقدسه مع اثر طالب، قناه الرابعه. إذا تنضم معنا مآثر طالب لمتابعة أجواء الزيارة وهي تقترب من ذروتها. مآثر، كيف تبدو الأوضاع الآن في المحافظة؟ حدثيني بالتفصيل. مآثر هل تسمعيني؟ سنعاود الاتصال بك خلال النشرة. أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي لنظيره الباكستاني رانا ثناء الله خان عزم الحكومة توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الزائرين. الغانمي خلال اتصال هاتفي مع أو من نظيره الباكستاني شدد على أن وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة العراقية مستنفرة بشكل كامل لتقديم أفضل الخدمات للزائرين من داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات المختصة والزائرين لإنجاح هذه المناسبة الخالدة. من جهته أكد ممثل هيئة أركان القوات المسلحة في شؤون الأربعين الإيرانية بهرام حسيني أن إمكانيات الجانب العراقي لا تتناسب مع العدد الهائل الزوار الإيرانيين. وذكر حسيني أن قوات بلاده اتخذت إجراءات جيدة من أجل سلاسة حركة زوار الأربعين، مضيفا أن قواته تعمل على تحسين وزيادة الإمكانيات مع الجانب العراقي عند الحدود بين البلدين. إذن بالعودة للحديث عن زيارة الأربعين مع زميلة مآثر مباشرة بالصوت والصورة من كربلاء المقدسة، كربلاء الحسين عليه السلام. سألتك يا مآثر كيف تبدو الأوضاع الآن في المحافظة الصحية الأمنية والإجراءات كافة؟ تفضلي. نعم، حياك الله زميلتي الكريمة. اليوم بالذات بدأت كربلاء تشهد حركة توافد غير مسبوقة في مركز المدينة من مداخل المدينة الثلاث. هناك بعض المساحات البينية التي كنا نتحدث عنها بين زائرين في مختلف القطع والأوصال الجغرافية المتفرقة على مداخل المدينة، اليوم ملئت بشكل تام، حتى أننا بدأنا نشاهد ما هو أقرب إلى الوصف بأنها سيول بشرية كبيرة جدا تتوافق مع ما كانت التوقعات خلال الأيام الماضية. إحصائيات من المقر المسيطر التي ترد إلينا تؤشر وجود إحصائيات وزيارات زيارة مليونية. قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لمحافظ كربلاء والقيادات الأمنية، حيث أعلنوا عن أن جميع العمليات وجميع الخطط تسير وفق ما مخطط لها. زميلتي الكريمة لو سمحت لي أن مباشرة أن أنتقل إلى الصورة في المقر المسيطر، وسيكون معي ضيفي الأستاذ توفيق الإحبالي مسؤول قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء. بداية أستاذ توفيق حياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم. حفظكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينة الإمام الحسين عليه السلام. بداية، ما هو المشهد في هذه اللحظات في المقر المسيطر وفي غرفة إدارة الزيارات المدنية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الآن تشاهدون من خلال عدسة كاميراتكم مدينة كربلاء قد اكتظت بالزائرين الكرام من مختلف دول العالم والمحافظات العراقية. نعم، هناك حقيقة بتوجيه السيد محافظ كربلاء المقدسة افتتاح مقر مسيطر داخل مبنى المحافظة، وهذا المقر المسيطر يضم أكثر من 1600 كاميرا. هذه موزعة الكاميرات على عموم مدينة كربلاء المقدسة على منافذها، وكذلك داخل المقر المسيطر هو ممثلين لجميع دوائر الدولة لفك الاختناقات وتقديم التسهيلات. فضلا عن ذلك اليوم أيضا نقف الآن في المركز الإعلامي الخاص بالحكومة المحلية في كربلاء المقدسة الذي يقدم تسهيلاته للأسرة الصحفية والإعلامية في محافظة كربلاء المقدسة. أستاذ توفيق، أيضا كان هناك في هذا العام تحديدا متغير جديد في الزيارة، وهو يعني أعمال التوفيق
توسعة على مداخل المدينة وفي مركز المدينة ساهمت في إبعاد مكان وفضاء إداء الشعائر عن الأحياء السكنية، وبالتالي كربلاء اليوم في مختلف الأحياء السكنية هناك حيوية واضحة ولم تتأثر وقع الحياة بشكل أو بآخر. نعم أختي العزيزة ست مآثر، يعني الآن تشاهدين أنت جنابك وتجولون في مدينة كربلاء المقدسة من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، وتشاهدون الانسيابية لحد هذه اللحظة لحد هذا اليوم ليس هناك قطع لمداخل المدينة أو الشوارع الرئيسية. ما ساهم بهذا الشيء حقيقة افتتاح العديد من الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة وتوسعتها، يعني مثلا نعطي مثال طريق كربلاء النجف، كان هناك في العام الماضي شارعين فقط، الآن أربع شوارع بدأت تعمل بكل طاقاتها. طريق بغداد كربلاء أيضا توسعت شوارعها، فتح منفذ جديد هذا العام اللي تم إطلاق عليه اسم السيدة زينب عليه السلام، اللي هو منفذ من ناحية الحسينية إلى مقر كربلاء محافظة كربلاء المقدسة. كل هذه التوسعة الواسعة في عملية العمارية في مدينة كربلاء المقدسة ساهمت في هذه الزيارة بتخفيف الزخم الكبير والواسع، هذا اللي ساهم لحد هذا اليوم لا يوجد قطع في الطرقات العامة والرئيسية في كربلاء المقدسة. فيما يتعلق بإدخال نظم الحوكمة الإلكترونية في إدارة ملف الزيارات المليونية. نعم كربلاء حقيقة يعني المحافظة الوحيدة والأولى التي شرعت بتطبيق الحوكمة الإلكترونية، لدينا الآن التطبيق كربلاء الذكي وهو مفعل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمقر الرئيسي المسيطر، كذلك ربط 23 دائرة مؤسسة حكومية في كربلاء المقدسة من خلال بوابة كربلاء الإلكترونية، هذه البوابة تستلم الشكاوى صوت وصورة وبصمة صوت وفيديو، يعني يستخدمها من المواطن إلى المقر المسيطر. إضافة المعلومة الجديدة حقيقة بهذا البرنامج، هو البرنامج بسيستم مالته يبين لك من الدائرة المتفاعلة مع شكاوى المواطن ومن الدائرة، يعني نستطيع أن نطلق عليها الدائرة القوية والدائرة الضعيفة. لذلك حقيقة هذا السيستم موجود لدى سيد المحافظ بشكل مباشر وكذلك داخل كل دائرة وداخل غرفة الحوكمة الإلكترونية. حيث نتواجد أخيرا أستاذ توفيق فيما يتعلق بالمركز الإعلامي، هناك أكثر من 300 صحفي محلي وأجنبي يشاركون في إداء هذه الشعار، ما هي طبيعة الإجراءات التسهيلية التي عدها قسم الإعلام والاتصال؟ نعم ست مآثر، يعني بعد ساعة بعد ساعة يكون تحديث للمعلومات، الآن وصل عدد الصحفيين والإعلاميين والفنيين من داخل العراق والخارج إلى أكثر من 1000، ما يقارب أكثر من 22 سيارة SNG سيارة وما يقارب 10 أجهزة لايفيو، هذا كلها الآن تعمل في مدينة كربلاء المقدسة داخل مركز المدينة وضمن محاور مدينة كربلاء. الآن حقيقة وصلنا يعني اليوم تنسيقات كانت على المستوى، سيدخل ما يقارب 21 جنسية عربية وأجنبية من الصحفيين والإعلاميين والمدونون وكذلك بعض المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين لتسطير هذه الملحمة. أما بخصوص المركز الإعلامي الخاص بالحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، لله الحمد تم توفير ستيج خاص بالأسرة الصحفية وسيارة SNG للبث وكذلك بعض الأمور اللوجستية من خدمة الإنترنت وغيرها، وكذلك أيضا تم تفعيل من خلال جروبات واتساب لتزويد الصحفيين والإعلاميين العاملين في كربلاء المقدسة بآخر الإحصائيات الموجودة لدوائر الخدمة. توفيق الإحبالي من المسؤول قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. زميلتي هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة لدي في محافظة كربلاء وتحديدا بارك في مركز فيك المدينة جزيلا القديمة. شكرا لك يا مآثر على هذه المتابعة المستمرة والجهود المبذولة، وبالتأكيد الشكر موصول لضيفك الكريم السيد توفيق. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد باخش الاتفاق مع العراق لرفع القيود عن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى النجف وبغداد حتى نهاية شهر صفر. باخش أشار إلى أن أكثر من 120 رحلة جوية منتظمة بين البلدين كانت قائمة وقد ارتفعت في موسم الأربعينية إلى 1000 رحلة جوية، مبينا أن العراق سيقدم تسهيلات لازمة للرحلات الجوية الإيرانية، وفي المقابل تم تقديم معدات الدعم الأرضي لمطار النجف الأشرف. يتوافد زائرون العراقيون والأجانب إلى النجف الأشرف عبر مطار المحافظة للمشاركة في الزيارة الأربعينية في ظل استعدادات خدمية وأمنية وإشادات بالكرم العراقي الكبير. مئات الآلاف من الزوار العراقيين والأجانب يتوافدون إلى مدينة النجف الأشرف
إذ يشهد مطار النجف الدولي استقبال الزوار على مدار الساعة بعد تهيئة خطة لاستقبال الزوار وتسهيل عملية استقبالهم من قبل إدارة المطار. مطار النجف الأشرف الدولي عد خطة متكاملة لاستقبال الزائرين بهذه المناسبة العظيمة. هذه الخطة تتكون بالتنسيق مع الجهات المساندة من الجوازات والمخابرات والجمرك والأمن الوطني وكافة الجهات التي تسهل عملية وفود الزائرين إلى محافظة النجف ومن خلال مطارها مطار النجف الأشرف الدولي. النظام وانسيابية الدخول والخروج من المدينة. هذه الإجراءات لاقت ترحيب من الزوار القادمين بمختلف جنسياتهم. اليوم احنا جينا والأمور طيبة مرتبة في مطار نجف الأشرف، واحنا نشكر المسؤولين والقائمين والمنظمين في مطار النجف. وصلنا إلى مطار النجف الدولي، الحمد لله رب العالمين، كانت جدا تسهيلات ووصول وجدا انسيابة وجوه ترحب بالزوار والأمور كلها، وتقريبا يعني ما صار لنا 10 دقائق وإحنا خلصنا كل شيء يعني. وبالتزامن مع حضور الحشود الكبيرة من الزوار، تقدم المواكب التي نصبت بمختلف الشوارع والساحات الخدمات لهم من طعام وراحة وجميع المستلزمات التي يحتاجها الزائر في المدينة. والزوار كل ما تشاهدون الزوار عبد الله الحسين، والحمد لله والمواكب وخدمة أبا عبد الله إن شاء الله مستمرة على طول الشهر. يوم الحاضر مع شدة الحرارة ومع كسرة الحرارة الهواء، ولكن زوار أبي عبد الله وأشاغ أبي عبد الله حاضر في طريق الحسين. ورغم ارتفاع درجات الحرارة وقساوة الطريق الذي يسلكه الزوار سيرا على الأقدام والذي قد يصل إلى ساعات بل وأيام، إلا أن ذلك لم يثني زوار الإمام الحسين عليه السلام من مواصلة طريقهم والمشاركة في إحياء زيارة 40 المليونية. صغار وكبار الجميع هنا يشارك في أكبر مسيرة يشهدها العالم، فلا توقف حتى بلوغ قبلة الأحرار. رغم ارتفاع درجات الحرارة، تحسين شقنات الرابعة، النجف الأشرف. أمنياً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة قتل 11 إرهابياً في محافظتي الأنبار وديالة. وذكر بيان للقيادة أن طائرات القوى الجوية نفذت ضربات جوية رافقتها عملية إنزال بعد تحديد الجهد الاستخباري وكرين للإرهابيين من مجرمي داعش والمسؤولين عن جرائم كثيرة ضد الأبرياء والقوات الأمنية، مشيرا إلى مقتل 11 إرهابيا بينهم قياديان، وكذلك أحد المسؤولين عن قتل أحد ضباط وزارة الداخلية وهو العقيد الشهيد ياسر الجوراني قبل عدة أشهر، فيما شددت على مضاعفة الجهود لتأمين الحماية لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني شمال قضاء سنجار. وذكر بيان مكافحة الإرهاب أن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين من الحزب وإصابة عنصر ثالث بجروح خطيرة قرب قرية بار شمال قضاء سنجار. إلى الملف السياسي، اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني على إجراء انتخابات مبكرة يسبقها تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات. الأطراف الثلاثة وفي اجتماع لهم في أربيل شددوا على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات
كما أبدت تلك الأطراف الاستعداد للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف والاستعداد لتبني أي خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفظ على أمن المواطنين ومصالحهم. وكان مقرر مجلس النواب غريب عسكر قد كشف عن اتفاق مبدئي بين رئاسة البرلمان والكتل السياسية على استئناف عقد الجلسات بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. عسكر بيّن أن البرلمان سيعقد بعد الزيارة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وأضاف أن هناك الكثير من القوانين المعطلة وبحاجة إلى القراءة والمناقشة، وسيتم التصويت عليها بعد استئناف جلسات البرلمان. استبعد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن يتمكن البرلمان من عقد جلسة خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قريبا، عزيا ذلك إلى عدم امتلاك السنة والكرد الإرادة لذلك. الفتلاوي ذكر أن الأجواء غير مهيئة لعقد جلسة وجمع 220 نائبا لانتخاب الرئيس، وعليه يجب على القوى السياسية أن تعي خطورة الوضع الحالي في العراق، مشددا على ضرورة المضي بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لغرض التوجه بعدها لحل البرلمان وقبلها المضي بتعديل قانون الانتخابات. بعد أشهر من المفاوضات والمبادرات لا تزال الخلافات تعطل إكمال الاستحقاقات الدستورية، إذ يصر الإطار على عودة البرلمان في وقت يرفض التيار أي حوارات مع بقية الفرقاء الذين يدعون إلى التوافق. طرفا الأزمة لم يفلحوا بإصلاح الانقسام الحاصل فيما بينهما. الإطار التنسيقي ظل سالكا لمسار الحوار ويحاول تعزيزه في تحركات الأقطاب الكردية والسنية تحديدا، سعيا لإقناع التيار الصدري الشريك الأساسي في الغطاء السياسي المتشنج حول الصيغة التي سترسم بها المرحلة المقبلة، بعد أن أخرجت المحكمة الاتحادية نفسها من قضية حل البرلمان. أعتقد أنه الحل الوحيد لهذه الأزمة السياسية هو الحوار، وبالتالي أنا أعتقد إذا ما ذهب الإطار التنسيقي بضرورة أن يكون هنالك حوار ما بينه وبين حق شركائه بالعملية السياسية، إذن هي خطوة جيدة إلى الأمام. أنا أعتقد حتى الجانب الصدري لربما هنالك حوارات، قد تكون هذه الحوارات حوارات غير مباشرة من خلال الشركاء الموجودين ومن خلال وسطاء معينين بهذه القضية. عودة البرلمان لعقد جلساته وممارسة أعماله التشريعية، هذا ما يصر عليه الإطار التنسيقي في خطواته المتفرعة على أطراف سياسية عديدة. التيار الصدري يرفض تماما إتاحة حرية الحركة بغير موافقته، ويرفض المحاورة السياسية أيضا مع غالبية الكتل السياسية الداعية للخروج من الأزمة بصيغة التوافق وبالمطالب التي يقف عليها الجميع. نعرف أنه حل البرلمان ربما هنالك اتفاق من أغلب الكتل السياسية على حل البرلمان، ولكن يختلفون في آليات حله. يعني هنالك اعتراضات على موضوع قانون الانتخابات الحالي الذي هو مثير للجدل. أعتقد الإطار مصر على تغيير هذا القانون وتغيير الشخوص وتشكيل حكومة كاملة الصلاحية وإقرار الموازنة ثم النظر بعد ذلك بحل البرلمان. الآلية التي تجرى بها الانتخابات المبكرة والحكومة التي تشرف عليها وقانونها أبرز الحيثيات المعيقة لحلحلة الجمود الحالي في جوانب سياسية عديدة. حل البرلمان لا يمكن أن يتحقق بلا حوار واتفاق مع الكتل المتسببة بهذه الأزمة، يقول متابعون. الحوارات التي يجريها الإطار التنسيقي مع الأطراف السياسية هي كثيرة، ولكن بطريقة غير معلنة، بانتظار ترحيب التيار الصدري بدعوات الحوار للذهاب إلى إعادة جلسات البرلمان والاتفاق على قانون جديد للانتخابات ينهي الخلافات قبل قرار حل مجلس النواب. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. هذا وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي،
وقال زيدان في بيان أن اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستوريا بموجب المادة 93، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، لافتا إلى أن القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية. أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية. القيادي في الحزب جعفر أمينكي قال أن هناك تفاهما جيدا بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن طرح مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية، وأوضح أن قيادة الحزبين الكرديين الرئيسيين ترى أن الوضع العراقي ليس في مستوى يجعلهما يدخلان في صراعات بسبب المنصب، كاشفا عن مفاجأة تتمثل بطرح مرشح مشترك لمنصب الرئيس. من جهته فند الاتحاد الوطني الكردستاني الأنباء التي تتحدث عن تنازله عن مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح. عضو الاتحاد غياث السورجي قال أن قضية الإبقاء على ترشيح صالح أو سحبه شأن خاص بالاتحاد الوطني وليس للأطراف السياسية أي علاقة بهذا الأمر، لافتا إلى أن الخلاف داخل البيت الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية المقبل لا يزال مستمرا حتى الآن. أجرت محكمة تحقيق الكرخ تحقيقا في الأخبار المنسوبة إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار بخصوص استيلائه على أراض متميزة تابعة لشركة نفط الوسط. وبحسب مصادر خاصة أن المحكمة ستحقق في تلك الأخبارات التي تتضمن استيلاء وزير النفط على أراض في منطقة المنصور ببغداد ومنطقة الرباط بالبصرة خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، مضيفا أن الوزير طلب مبالغ مالية من شركات أجنبية مقابل إحالة المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرن الغربي الثاني. كشفت شركة تسويق النفط الوطنية سومو عن إصرار حكومة إقليم كردستان العراق لرفض تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط. مدير عام سومو علاء الياسري ذكر أنه لا توجد في الوقت الحالي مفاوضات كون حكومة الإقليم قد أعلنت رسميا رفضها قرار المحكمة الاتحادية جملة وتفصيلة. وبين الياسري أن كردستان العراق لم تسلم بغداد حتى الآن عائدات تصدير النفط، وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم. أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية ضرورة تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في ملف المياه. رئيس اللجنة ثائر مخيف ذكر أن هناك صمتا من قبل الحكومة والبرلمان والجهات المعنية إزاء ما يحصل للعراق من دول جواره رغم خطورته، مضيفا أن لجنة الزراعة بصدد تشكيل تجمع من بعض السياسيين والخبراء والمزارعين لزيارة الكاظمي والطلب منه الذهاب إلى كل من تركيا وإيران للتفاوض حول ملف المياه. نفت هيئة النزاهة الاتحادية تسريبها مقطعا فيديويا يوثق مشاهد عملية الضبط التي قام بها أحد ضباط جهاز الأمن الوطني في ميسان. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن بعض ملابسات العملية لا ترتبط بها، مؤكدة أنها قامت بتأليف لجنة للتحقيق في ملابسات تسريب المقطع الفيديوي للوصول إلى الجهة التي اقترفت ذلك، ولا سيما أنها نفذت العملية بموجب مذكرة قضائية وبمعية جهات إنفاذ القانون. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها.
الكاظمي يؤكد الالتزام بالاستعداد لإنجاح زيارة الأربعين، والصحة تستنفر فرقها الطبية في كربلاء المقدسة. الحلبوسي ومسعود برزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة ويشددان على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. تحقيق بشأن إخبارات منسوبة لوزير النفط، والتهم تتمثل بالاستيلاء على أراض متميزة في بغداد والبصرة. تابعتم في نشرة الظهيرة أيضا: لا التزام بقرار القضاء، سومو تؤكد استمرار الإقليم بعدم تسليم النفط وتعلن توقف المفاوضات. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا زورونا على موقع القناة رابعة دوت تي في، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم لكرمي وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.